لدى تفضل سموه بحضور فعاليات معرض تاي إكسبو، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن المجال الاقتصادي يشكل أحد أوجه التعاون المتميزة بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند الصديقة، وأن هناك حرصا متبادلا لدى البلدين على تطوير هذا التعاون والارتقاء به إلى آفاق تخدم المصالح المشتركة وتسهم في تعزيز العلاقات الوطيدة بين البلدين. وشدد سموه على أهمية الأثر الذي تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الجهود الحكومية في مختلف الدول على صعيد التنمية المستدامة من خلال قدرتها على توفير مزيد من فرص العمل التي تمثل إضافة للاقتصاديات الوطنية من خلال التركيز على المنتجات الوطنية والترويج لها داخليا وخارجيا. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد تفضل صباح اليوم بحضور فعاليات المعرض التايلاندي الأول لبرنامج تسويق المشروعات تاي إكسبو الذي يقام بفندق الخليج على مدى يومين بتنظيم من مكتب ترويج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين بتعاون مع سفارة مملكة تايلاند لدى المملكة والنادي التايلاندي في البحرين. ولدى وصول سموه إلى موقع المعرض كان في استقبال سموه السيد تانيت ناسونخلا سفير مملكة تايلاند الصديق المعتمد لدى البحرين وعدد من كبار المسؤولين في المملكة. وقد استمع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى شرح من السفير التايلاندي حول محتويات المعرض وما يضمه من منتجات تايلاندية، ثم اطلع سموه على عرض موسيقي يجسد الفن الفلكلوري التايلاندي. بعدها قام سموه بجولة في أرجاء المعرض اطلع خلالها على ما يشتمل عليه من منتجات تايلاندية متعددة، وقد عبر سموه بهذه المناسبة عن إعجابه بما تتميز به المنتجات التايلاندية من جودة وإتقان في التصميم، متمنيا سموه للقائمين على المعرض والمشاركين فيه النجاح في تحقيق ما يتطلعون إليه من عقد صفقات تجارية وشراكات تقوي من ركائز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين. وأكد سموه أن العلاقات البحرينية التايلاندية تشهد نماء مستمرا في شتى القطاعات، انطلاقا مما يجمع بين البلدين من روابط تاريخية قوية ومتميزة تقوم على الإيمان المتبادل بأن التعاون هو السبيل الأمثل لتحقيق التقارب بين الشعوب، داعيا سموه رجال الأعمال والقطاع الخاص في البلدين إلى الاستفادة من الفرص الواعدة التي يمتلكها البلدان في بناء مزيد من الشراكات الاقتصادية التي تلبي التطلعات المشتركة. وأشاد سموه بتنظيم فعاليات معرض تاي إكسبو في مملكة البحرين مشددا على أهمية التوسع في إقامة مثل هذه المعارض المتخصصة لما لها من دور تسويقي من شأنه أن يرتقي بالتبادل التجاري وحركة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين الصديقين. من ناحيته أعرب السفير التايلاندي لدى البحرين عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تفضل سموه بحضور المعرض بما يجسد ما يليه سموه من حرص على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مؤكدا أن تشريف سموه للمعرض سوف يسهم في تحقيقه لأهدافه الرامية إلى توسيع دوائر العلاقات التجارية بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند من خلال زيادة وتيرة التفاهم والتنسيق بين رجال الأعمال والتجار في البلدين.